شوية صور بسيطة كده عايزة أقول عليها تعليق بسيط أشكر فيه الشرطة المصرية، أشكر فيه القرارات الحاسمة الخاصة بمبارح بشم النسيم، أشكر فيه الجمهور اللي التزم، الشعب المصري اللي التزم بعدم الخروج امبارح. امبارح الشوارع كانت فاضية بنسبة كبيرة، الشواطئ فاضية، الأماكن اللي هي يعني مفترض الناس حتى تنزل تتمشى فيها الشوارع كانت هادية جدا، وده يعني زي ما بنقول للناس لما ما بتلتزمش ان ده خطر لازم نشكرهم لو مرينا بحالة التزام كامل، ونشكر الجهود اللي قامت بها الدولة في الموضوع ده.